واستكمالا لهذه التغطية ينضم إلينا الآن دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا. دكتور عمرو بداية أرحب بك في هذه الجولة من الآن. كما تابعنا في الاحتفالية وكما تابعنا في كلمة الرئيس تحدث فيها في الحقيقة عن نقطة هامة جدا وهي أن يعني اهتمام القيادة المصرية بتوفير حياة كريمة وسكن ملائم يأتي في المقام الأول أيضا لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمرأة المصرية. أهمية اهتمام القيادة المصرية بتوفير سكن يوفر هذه الحياة المناسبة للمرأة المصرية. خلينا في البداية نقول إن شهر مارس هو شهر المرأة، هو في يوم المرأة المصرية واليوم العالمي للمرأة، وإحنا النهاردة بنحتفل بعيد الأم. يمكن كلنا تابعنا النهاردة كلمة السيد الرئيس ونقول إن إحنا بنعيش دلوقتي في العصر الذهبي للسيادة المصرية. لما إحنا نتابع دلوقتي نقول إن أعلى نسبة تمثيل للسيدات في البرلمان في هذا العصر، أعلى نسبة تمثيل. دكتور عمرو انا محرج، فاحنا بنقول ان دي اعلى نسبه تمثيل للسيدات في البرلمان وفي الحكومه، فنقدر نقول ان احنا في العصر الذهبي يمكن لبنات وستات مصر. انا يمكن دايما بقول ان تمكين المراه هو الحل، هيحل لك حاجات كتير جدا. يمكن نقول البنت لما ترفعي سقف طموحها وتعلميها فتقدر ان هي تشتغل وتقدر ان هي تتجوز في سن مناسب. يمكن السيد الرئيس النهارده اتكلم على ان لازم يبقى في تشريع يحارب بيه زواج الاطفال. البنت اللي هتتعلم هي دي اللي هتشتغل، هي دي اللي هتختار شريك حياتها وتتجوز في الميعاد المناسب، هي دي حتى بعد كده مش هتكتفي بطفل او طفلين، لان هي هيبقى عندها سقف طموحها عالي، هيبقى نفسها ان هي تشتغل وتترقى في شغلها وتحصل على شهادات اعلى. فانا دايما كان يمكن بقول تمكين المراه هو الحل، ويمكن اول حل واهم حل لقضيه الزياده السكانيه هو تمكين المراه. علمي البنت، شجعي الست على الشغل، ساعتها هتقدري تحلي مشكله الزياده السكانيه. ويمكن احنا متابعين كلنا المبادره الرئيسيه حياه كريمه من توفير سكن كريم لاهالينا، من رفع ثقافه الوعي. يعني يمكن حتى كمان لما تشتبكيها بالمبادره الرئيسيه 100 مليون صحه، وان ازاي بنهتم بصحه الستات والاسره المصريه كلها من قياس الضغط والسكر والوزن والكشف المبكر عن الفيروس سي، ونقدر نربطيها كمان بالمبادره الرئيسيه لصحه المراه والكشف المبكر عن سرطان الثدي. فانا لما بقول انك بتعملي 100 مليون صحه بتدوري على الضغط والسكر والوزن، فانا بحمي الستات من القاتل رقم واحد للسيدات اللي هو مرض القلب. ولما بعمل المبادره الرئيسيه لصحه السيدات والكشف المبكر عن سرطان الثدي، سرطان الثدي هو القاتل رقم اثنين. فيمكن نقول المبادرات الرئيسيه انك بتحمي الست المصريه، بتزودي الوعي، بترفعي موضوع الثقافه الطبيه. يمكن احنا كده بتنشري في مصر ثقافه الطب الوقائي، وفي نفس الوقت ان انت بتحسني حياه الاسره المصريه كلها. انا دايما بقول المراه عدديا نص المجتمع، بس فعليا بتربي وتتحكم في النص الثاني. عاوزه تصلحي المجتمع، ابداي البنت من معاها، من البنت وهي صغيره، باهتمام بتعليمها، بصحتها، باكلها، بشربها، هتصلحي مجتمع سليم وصحي. طيب دكتور عمرو، يعني لطالما في الحقيقة وجه الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق يعني الشمول المالي للمرأة، في رأيك ما أهم ما تمثل والذي ما حققته الذي حققته الدولة المصرية أيضا في هذا الملف اليوم؟ يمكن نقول التمكين المرأة هو يشمل أجزاء كتير، في منه جزء تمكين سياسي وده تحقق من خلال زي ما قلت لحضرتك في المناصب القياديه اللي السيدات وصلت فيها او في البرلمان او في الحكومه. والجزء بقى الاساسي اللي هو التمكين الاقتصادي، ان انت ازاي تشجعي الست انك توفري لهم مشاريع صغيره، ان انت تقدري توفري لهم قروض فيقدروا ان يعملوا مشاريع. ويمكن نقول ده الست في الاخر هي اللي بتقوم بالبيت، بس لما تمكني الست وتشغلي الست وتكون هي بتشتغل جزء منها، هي كده بتحقق هي تكون تقدر ان هي قرارها تكون تختار القرار الصح، تقدر تختار انها تتجوز في الميعاد اللي هي عاوزاه، تقدر تختار شريك حياتها. يعني دايما بنقول كلمه تمكين المراه هي تشمل نقط كتير جدا، اهم يمكن الجزاء فيها جزء التمكين السياسي، بس جزء التمكين الاقتصادي مهم جدا. وارجع واكد برضه تمكين الاقتصادي للمراه يبدا بالبذره الصغيره اللي هي البنت، من اول التعليم ثم التعليم ثم التعليم. لازم نقضي تماما ما يبقاش عندنا اميه بنات. ثاني حاجه لازم تقضي تماما على زواج الاطفال، لان احنا في الاخر بنقول الظواهر السلبيه هي دي اللي بتعمل لنا مشاكل. يعني الاميه والتسرب من التعليم هو ده اللي بيؤدي لزواج الاطفال، هو ده اللي بيؤدي بعد كده الى عماله الاطفال والزياده السكانيه. فيمكن السيد الرئيس النهارده اشار ووضح على موضوع محاربه زواج الاطفال، يمكن ظاهره سلبيه خطيره، ودي من اهم روافد واسباب الزياده السكانيه. فلما تحاربي موضوع
زواج الاطفال هتقدري تحلي جزء كبير جدا من مشكله الزياده السكانيه في مصر. طيب دكتور عمرو، ولو تحدثنا ايضا في هذا الصدد، يعني في ضوء التوجيهات السابقه والكبيره للقياده المصريه فيما يخص مشروع التوعيه الاسريه واعداد الشباب لمسؤوليات الجواز او يعني الارتباط، جاءت مبادره موده وكانت احد اهم المبادرات يعني القوميه في هذا الصدد. اذا حدثتنا ايضا عن مبادره موده، اهميه توعيه الشباب والشابات المقبلين على زواج اليوم. يمكن نقول المبادره دي جت بتوجيه رئاسي بعد ما اتشاف ان في مصر في ارتفاع في نسب الطلاق، يعني يمكن في اخر كام سنه بقى عندنا ظاهره سيئه جدا ان بقى في ارتفاع في نسب الطلاق. فكان لابد يتم تاهيل الازواج قبل الزواج، ان يمكن تديهم المعلومات الكفايه عشان ما يحصلش الطلاق. من اول معلومات قد يكون ليها جزء من الناحيه الاجتماعيه، ازاي تختاري شريك الحياه، ازاي فن الحياه، ازاي فن التواصل، فن المعامله. طب وبعد كده الجزء الصحي، طب يعني ان هم اثنين يتجوزوا مش لازم يحصل حمل على طول، ممكن ياخدوا مسافه شويه، نستخدم وسيله منع حمل عشان الاثنين يقربوا من بعض اكتر. طب الست حملت بتاخد اساسيات ازاي تحافظ على نفسها اثناء الحمل ومتابعه الحمل. طب بعد ما ولدت بيتكلموا برضه عن فكره المباعده بين الحمل والثاني، وان الاقل على الاقل يبقى في مباعده بين الطفل الاولاني والثاني من 3 لـ5 سنين عشان الطفل الاولاني ياخد حقه والطفل اللي بعديه برضه ياخد حقه. فيمكن برضو عبقريه مشروع مهدد ان هو ده بقى ايه؟ نعم. كلمه الموده والرحمه، ازاي نحافظ على الاسره المصريه؟ ازاي نقلل نسب الطلاق؟ لان في الاخر الطلاق بيؤدي برضو الى مشاكل وعواقب اجتماعيه بعد. دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.